اختتم مؤتمر رفيع المستوى لمنظمة التجارة العالمية من دون التوصل إلى اتفاق بشأن الزراعة والصيد البحرية، وذلك وفق ما أعلن رئيس المؤتمر. وتم تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الدعم الحكومي للزراعة والصيد البحري في المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.